جولتين كبسوا يا اخوان، ما عندنا الا رحمه الله، احنا لب عينك يا سعد. رحمه الله بس موجود. 4000 يا اخوان كبسوا 4000، الله يجعلني في وجهك هذا، شوف كنت طالع فيني مع الجوال كبس، الله يجعلني في اصبعك الصغير هذا الفخم. شوف حتى اسلوبه احسن من اسلوبي والله العظيم، من حقهم يكبسوا لي قسم بالله. الله يطعني عنك يا ماجد. الله يسبك بك ماجد، جولتين وحكم، جولتين وحكم، احكام يعني حلوه جميله لب عينك احكام يسعد. جميله تبسط المتابعين، ما هي استفزازيه. اي اكيد اكيد، لا لا الله يبعدنا عن الاستفزازيه. ايوه بس انا شفت الفشفاش حقك اليوم، شفت حق الفشفاش، حق الفشفاش بنتي ياكل فشفاش والله يا ماجد. والله حق الفشفاش امس حلو، قسم بالله كان يصلي الفجر بجماعه ويمرني تمام، تعرف اللي يغمض عيونه ويبين السيارات، ليه احنا على ليه؟ قال ما عليكم صلي، من يصلي الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. طيب انا اللي قاعد الساعه 6 ايش ذنبي؟ والله ما حكمك انه كان قوي صدق. 26 فشفاشه يا ماجد، وكل فشفاشه بنكهه، زيت زيتون، زيت ذره، عافيه، شطه، يا رب الكعبه اني رحمته وحنيت عليه، الله يصيب عدوك. بسم الله عليك يا اخوان حبيب. ما عندنا حنا فرصه الا الدبل، الا الدبل شدوا يا ربعي شدوا، الدبل ظني ما في دبل، ان ما في دبل عادي نخسر اول جوله عادي، الامور طيبه. ارحب يا عبد العزيز دماس، الله يطعني عنك يا عبد العزيز، عبد العزيز الغامدي، الله يطعني عنك، محمد حاتم، شكرا يا ناف، ارحبوا. يا بيل يا بيل انت عدل، انا كتاب لي يا حبك غصب واتحملك وحضن الموت لجلك قبل ما اخطي عليك. الله كمل، لا تخلي هواجيس الهوى تشغلك، الله الله اعتقد كل شيء يا الغاضي بين يديك. الله اكبر ارحب يا سالم، انا خاف انشد لك. ارحبوا يا ابو عيسى، ارحب يا ابو عيسى، ارحب تراحم المطر، الله يطعني عنك وعن العرب اللي انت منهم. يا ماجد نغير وقته، قل مقدار والله العظيم ما ودي احكم عليك يا ماجد، اذا انتهت الجولتين احكم وخذ راحتك، لا تستعجل على رزقك، لا تستعجل. والله يا ماجد مستوى اليوم ماشي والله مره ما في مستوى اليوم ماجد، والله اني ما امن الفوز معك حتى على اخر ثانيه. ارحب يا ابو عيسى، ارحب يا ابو عيسى، ارحب، عز الله يعزك، الله يطعني عنك يا ابو عيسى، ارحب ترى تجار نايمين، تجار يوم السبت، الله يطعني عنك يا ابو عيسى التبون. شكرا يا ابو عيسى، شكرا يا ابو عيسى، الله يطعني عنك وعن العرب اللي انت منهم يا ابو عيسى. يا ابو عيسى يعجز لساني عن وصف شكري وامتناني، شكرا، عز الله يعزك. أعطيتونا عين أبو عيسى، أبو عيسى ده كتير والله، والله ده كتير يا أبو عيسى، يا أبو عيسى كيف تحرقني معك والله العظيم، أروح أمسك خشمك وأحب على خشمك، أجيك بالحين بس إني في حجر. الله يعزك يا أبو عيسى، تكفون يا أخوان، ضيف أبو عيسى خندق لالف، شيروا يا أخوان، شيروا يا أخوان، تكفون يا أخوان، أضيف أبو عيسى تكفون. عدت الجولة خلاص، أشحن، بيع كليتك، أشحن، بيع إذا هبت أشحني، بيع جوالاتكم يا أخوان. عز يا أبو عيسى، عز الله يا عز، الجولة راحت. دقيقة تكفى يا ماجد، دقيقة أصل، الحمد لله ألف لا بأس عليك، الحمد لله السلامة. جزاك يا مجود، كيف شيروا يعني؟ شيروا للربع، شيروا، قعدوهم من النوم، اتصلوا عليهم يا أخوات، تبون ما نبغى يروح منا، تكفون. ماجد عرضوا علي حق كليتي بمليون، لا 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 كبسوا يا مال الشحم 4200 كبسوا.
لا تنخي يا ماجد، شاش راسي ما عندي حق وردة. الله يرزقك يا رب، الله اي يرزقك. والله. ما عليكم ما عليكم، يجي مستوى، والله والله يجي مستوى. شدوا بس، شدوا كبسوا علينا في دبل، بالتكتيكين، ربكم خلينا يفرجها. نترد بال يا اخوان، نترد بال، يمكن في دبل. مرحبا مليون يا عبد الله منور، يا عبد الله منور. محمد عبد الرحمن السرحاني، بيض الله وجيهكم. ما عرفت اشحن، خلاص ام عبد الله وافي عسى عمرك طويل. ام عبد الله تقول بعد ذهبها وابي اشحن، بس ما يمديها، تقول ما اعرف. الحمد لله انك ما تعرفين. والله اللي عندي بالتالي. الدبل جاي والله ما ادري، هدوا يرى. ايوه ايوه ايوه، جاء المستوى، جاء المستوى. ديفيد لب عينك يا ديفيد، الدبل جاء. الله يعزك. ثانك يو ديفيد، ثانك يو، ثانك يو ديفيد. ها ها، بدا يصير مستوى، بدا يصير مستوى. الدبل جاء، ما في دبل صح. عز الله يعزك عبد الله انطيري، مرحبا مليون. الله يسمعك. والله ما طلع لي كتب ولا قلب ولا شيء. الله احس يوم اناظر وجهي احس اني اكسر الخاطر والله. عينك يا دس. انا على الموسيقى دي لو مكان ابو عيسى اقول لك رجع الدعم. اكتب اكتب موسيقى تركيه حماسيه في موسيقى. والله العظيم، والله العظيم يا ابو عيسى انه يعجز اللسان، اقسم بالله. ويلكم احمد، الله يعزك يا ابو عيسى. ابو عيسى تكفى افتح بث، خلينا نرد قليلا مما عندك. تكفى يا ابو عيسى افتح بث. تكفى يا ابو عيسى افتح بث. الله يا الدنيا، واحد يقول لي قول قول محمد عادل 10 مرات واعطيك اسد. وصلنا لهالمرحلة، ما عادني بث الصباح، ببث بالليل. اقل حاجة بالليل الربع كلها صاحية. الله يطعن عنك يا ابو عيسى، انت والمطيري وعبد الله، عبد الله الشهراني، محمد سيف، عبد الرحمن السرحاني، بيض الله وجيهكم كلكم. واللي يكبس من خلف الشاشة احبك، وبنت جحفل، ضرينا بنت جحفل. تكفى لا تعملها يا ماجد. والله ما في، والله ما في مستوى، والله ماجد، والله ما في يا ماجد. يو ارحب. ابعدوا عني، ابعدوا عني، والله قد نفسي، والله قد نفسي، والله قد نفسي. ارحب يا الامبراطور، ارحب يا رحال. هاي والله جحفل، الله يعزكم. نايف ويلكم، رحال يقولون وين رحال؟ بك يا شيخ، ارحب يا ارحب. وينه 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 محمد؟ محمد اسامه، اسامه وينه؟ يوه يا ماجد، ماجد الجحفل يا ماجد. عمري رحال امبراطور، جحفلتني حتى في التب 1، حتى في التب 1 جحفلتني. اخذنا التب 1، ارحب يا التب، ارحب يا التب. لا والله انا وانت واحد ترى، والله الذي لا اله الا الله. والله لو بغيت اقفل، والله اقسم بالله انكنها عندي. مرحبا بيك رحال، شكرا. امبراطور، نايف، الله يعزك. برنس، ضيفوا الداعمين يا اخوان، يستاهلون، يستاهل رب الكعبه. اسامه وينه؟ ابو عيسى والله انك ما قصرت، بيض الله وجهك ابو عيسى، الله يطعني. قدام اسامه وين رايد؟ راح ياخذ فطور، طلب فطور راح يطلب. باقي اسمع، فزت انا جوله وانت فزت جوله. الان الفاصله. امبراطور الله يعزك يا نايف، دوله رحال. باشا باشا، اضيف ابو عيسى. يا مصري يا مطنوخ، يا مصري يا مطنوخ، يا مصري يا مطنوخ. ماجد، ها جاء مستوى، جاء مستوى الحين اقدر العب معك وانا مرتاح. نايم يا بعد روحي منور. الفاصله ليتس جو. بسم الله، بسم الله، توكلنا على الله.
شدوا يا المحازم شدوا، وانتظروا الدبل انتظروا. بسم الله اخوان انتظروا لين دقيقه انتظروا ثلاثة الدبل أربعة، شوفوا الدبل، انتظروا لين ينزل اهم شيء الدبل. الدبل. هذه الفاصله يا الربع، هذه الفاصله الله اول يعزك مره يا نايف. شكرا والله، شكرا امبراطور نايف رحال يا مال الجنه رحال، الله يسعدك. برنس ديفيد محمد اسعد انزي الله يسعدكم. ويكيت سوني شكرا. هذه الفاصله الحين لا تقول محمد عادل جو الداعمين. ارحب يا فورمولا محمد، يا محمد لب عينك. بدر بي دي بي دي شكرا. سكور سكور كويت او سكوار كويت لب عينك. شدوا يا الربع شدوا. ارحب يا ابو راكان ارحب ارحب والله شكرا قسما بالله. والله نفسي في دانكن يا ماجد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اطلب اطلب من هنجر ستيشن. لا طب نفطور يا الله. عافيه يا رب. الله يعافيك يا قلبي. هذه فاصله يا ماجد. فاصله روح. الاحكام حلوه. لا هنت لا هنت اكيد اكيد رايج داوة في النهايه. والله في النهايه ترى احنا اثنين فايزين. اسعد اشرف الله يعزكم. انتظروا الدبل يا الربع والله الصولجان يفرق في الدبل. راشد ارحب راشد. يلا اسامه اسامه تقول ما في مستوى لكم. الفاصله اسامه الفاصله دقيقه. جد جد دبل جد دبل يا اخوان جد دبل جد دبل جد دبل. تحدي السرعه تحدي السرعه. هذه الفاصله يا اخوان 30 ورده لازم 30 نركز. ورده تحدي السرعه والكماريج الدبل لا يروح علينا. 28 ورده قفلناه يا ابن الجنه. قفلناه قفلناه بيضا قفلناه بيضا وجهي يا رب. بدا الدبل يا اخوان بدا الدبل يا اخوان. دبل 30 ثانيه لب عينك يا دبل. بدأ الدبل يا اخوان. اسعدكم شكرا والله والله شكرا شكرا. زبادي يا زبادي منو بقى زبادي فادي يا مال الجنه الله يعزك. الدبل بدأ يا اخوان. رحال قفلنا قفلنا ملفه. زبادي فادي رحال رحال رحال. والله لا شغل باشا باشا انت باشا. حي العين يا مصر يا مرموخ. الله يسامحك يا رب يا رب يا حي يا قيوم. ايش كان اسمه؟ ايش كان اسمه؟ ابو سعود يا رب. منو اللي كان عندك رايد ابو سعود؟ انا رحت افطر ترى. اللي عندك ايش كان اسمه ابو سعود؟ يا رب رايح يفطر رايح يجيب شيء ملتي عن البث. ابو عيسى ابو عيسى يا رب ابو عيسى ملتي بحاجه يا رب يا رب يا رب يا رب. والله مستواك كويس يا مان. شوف سكور شوف سكور شوف سكور. رحال امبراطور نايف ديفيد شكرا والله. عطنا يا اخوان قوتنا كلنا في الجوله الاولى. والله الحين اللي عندك قسم بالله ما قصر يا رايد. الله يجيهم. سعود ويكس عايز سنطوح. ارحب يا سنطوح. ضيفوا 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 سنطوح ضيفوا عايطك. ما دعم وسعد. شكرا شكرا يا لولو والله شكرا. ماجد لا تتميلح هذا وجه واحد يتميلح يا اخوان. والله انك مليح ترى يا ماجد. عيونك المليحه والله يا رايد قسم بالله. والله هيك عني افتح أهلني مفكتك الله يسعدك بالله. إذا جيتوا الرياض لازم نشوفكم على خشن. أبشر أبشر والله أنا أعز من نقابل ونشوف يا ماجد. يا بعد راسي مرحبا ومسهلا. الحين حنا باقي عشر ثواني. يا رب يا أنا رب عيسى مو موجود. يا رب يا رب عيسى رايح. يا رب عيسى رايح. يا رحمن يا رحيم يا رحمن. ماجد مستواك طايح.
أقول ماجد. يلا الحين صرنا. يلا أوكي. إيش حبيبي أسامة؟ السكور ده حقيقي؟ لا وهمي. هاي سكور ده دبل ترى دبل. لازم تعرف إنه دبل. الحمد لله على الدبل. والله تيك توك فكر قابنا بهالدبل. الحكم الأول. استلم راضي أبغاك ماجد. لبي يا حبيبي ماجد. لبي يا حبيبي. ماجد لبي يا عمري دقيت عليه ماجد. يا أخي رايد أحبه. أنا أموت فيك ماجد. الحكم الأول. ماجد ماجد خلينا نفطر يا ماجد خلاص يا ماجد فطور سعب. أبد أبد أبد. اسمع مجودي اسمع بعلم هذه جلسة لين تخلصون فطور والله ما أخليكم. أرحب دولب يا ماجد. طيب ماجد سامة خلاص لو سمحت خلاص بيبي. لا لا نعم لا ما نلعب فيها. مايد سؤال تكفى يا مايد والله عطنا قصة تكفى أحب القصص. ما أعرف السوالف يا رجال. يا بيل يا بيل إبراهيم عسيري. عبا المناكل عطنا قصة صارت لك. ما هو أسوأ موقف صار لك؟ ما ينقال يا أخي قدام الناس والله. ماجد يوم كان صغير وش كان هدفه في الحياة يوم كنت صغير؟ والله شوف أبي أقول لك صدق أنا طفولتي كلها ما أعرف عنها شيء. صدق والله العظيم رايد طفولتي ترى لا ما شوف أنا الوالدة رحمة الله عليها توفت بسنتين عمري سنتين تمام فعشان كذا أنا طفولتي يمكن ما كنت ما أعرف منها شيء لأنه أنا يعني ما ينقال ما تنقال هالسؤال فينا بس إنه أنا طفولتي ما أذكر منها شيء والله. جزاكم الله خير اللهم أمين. طيب ماجد أنت يوم كان عمرك 15 سنة وش كان طموحك؟ طيار دكتور يعني وش كان طموحك في الحياة؟ وين كنت تشوف نفسك؟ دقيقة يوم كان عمري 15 سنة ايوه والله ما أذكر صدق والله ما أذكر بس شوف يعني... أنا متى صار عندي طموح؟ أنا صار عندي طموح بعد وفاة الوالد صار عندي طموح الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه للجنة يا رب هو جميع موتى المسلمين اللهم آمين. صار عندي طموح لأن الوالد يعني بعيد الشر عن من يسمع صار معاه شلل نصفي بسبب جلطة في الدماغ فكنا أنا وإخواني نهتم فيه ف يعني يوم يجي الدكتور كان عنده يوم يجون الممرضين وكانوا يسوون له سكشن ويسحبون يعني ويسووا له انه ينظفونه وكذا فحنا اول ما تعلمنا هذا الشيء حنا اللي صرنا نسويه مع الزمن مع الزمن انا حبيت هذا الشيء والحمد لله يا رب. ايش الحمد لله وصلت الطموح اللي ابيه. وصلت دكتور انا طبيب الحين. اي ذمت اي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. والشهر الماضي كان اختبار اللي هو اختبار التخصصات الطبية الهيئة والحمد لله نجحت فيه والحين أوفيشالي دكتور بس باقي القبول. في ذمتينك تستاهل يا مجد. يا بعد رأسي والله أنا ترى زميل مهنة أنا أخصائي علاج طبيعي. ما شاء الله تبارك الله. أي والله الله يوفقك. وأنا طبيب جراح قلوب الناس أداويها. أنت طبيب ابتسامة يا أسامة. يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدكم جميع. توظفت يا ماجد؟ لا باقي لا باقي الآن شوفوا بالنسبة للماتشنج الآن التقديم يعني خلال الشهر ذا وقدمنا وربنا يكتب لنا الخير التخصص اللي يقبلنا بإذن الله. مقبول بإذن الله بإذن الله. أنت توظفت رايد ولا يعني خلصت رسميا أنت؟ أنا توظفت ترى سنتين خلصت جامعة توظفت سنتين. إيه برضو أنتوا عندكم اختبار؟ لا لا صح؟ لا إحنا ما عندنا اختبار هي علوم تطبيقية كاملة ما اختبار هي. تمام. وظفت سنتين وقدمت استقالة قبل يمكن 5 شهور. هل قدمت استقالتك بسبب السوشيال ميديا؟ ما هو سبب يعني رئيسي السوشيال ميديا بس انه ضمن الاسباب. الله يرزقك يا رب من واسع رزقه. بس انت يمكن ما كان طموحك اخصائي علاج طبيعي. الا والله العظيم انا حبيت التخصص مره.
وعشقته والله العظيم. بس يعني الصدق انه مهمل، هو عندنا هنا مهمل يعني عاطلين كثير ولا الصدق والله ليش طبيعي. طب قفلنا نقول صدق والله. ايه وش جالسين تفطرون يا شباب؟ لا والله ثقافة العلاج الطبيعي عندنا. طيب حب ماجد اسمع دقيقة. لا لا والله والله يا لا تقول تبين الناس اني جايب العيد، ماني جايب العيد. لا لا مو بجايب العيد، لا لا مو بجايب العيد. شوف شوف لا 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 لازم تعرف حاجة رايد، انت اللي قلته مو بقصة عيد بس خريجين واجد علاج طبيعي تمام، اخصائيين علاج طبيعي بشكل عام ترى مو بس هنا في العالم، احتياجات المستشفى احتياج المستشفى لهذا التخصص قليل، فبالامكان انه اخصائي واحد او اثنين يشيلون مستشفى كامل، فهذا السبب انه ايوه هذا اللي اي هو ده تقدم هذا اللي تصد رايد صح يا ماجد. لا لا صدق والله حتى هذه يعني نصيحة للناس زي شوف شوف زي الآن طبيعي. الآن لا. الأسنان الآن الأسنان رايد يعني خريجين واجد والاحتياج في المستشفيات ما هو كبير يعني صح، فعشان كذا لازم تحصل طبعا مو بس بالمملكة في جميع مدن في جميع دول العالم. كلامك سليم يا مجودي. تصدق يا ماجد ما تعشينا تونا كلينا اليوم بالعافية يا رب بالعافية والله. أنا جالس معاك طال عمرك لين تخلصون فطور يعني الحب فينا فينا. ليش تجمعنا ليش تجمعنا أنت معي بالحكم لا ماني معك أسامة معي بالحكم لا رايد شف أسامة يوم أنت تفوز أو تخسر رايد ينفذ أحكام ليش ما تسوي؟ لا والله ما عليك ما نختلف جاهز أحكامك يا مجهود أبشر بالسعي جهزها من الحين أحكامك بس خلها أحكام يعني نبسط المتابع أبد أبشر أبشر شوف شوف بالعادة رايد شوف أنا يا ربي لك الحمد من بدايتي بهالبرنامج إلى اليوم ده ما في حكم يخالف الشيء اللي يعني شرعه رب العالمين لنا وعاداتنا وتقاليدنا ولا أرضى بالإهانة في أي حكم. أحسنت أنا والله أني ماشي على هذا المنهج ترى من يوم دخلت التيك توك ما أحب في أحكام ما أحبها لأن في النهاية ترى في النهاية بثوثنا فيها أرقام الحمد لله ولكن يعني مستقبلا الآن بعدين سنة سنتين أربع سنوات إلا ما يخف ويطيح سوق الشخص تمام فلو طاح ما تبقى للسمعة طيبة ما يقول أوه ذا الله لا يبده ويلكم القوم يرحب يروح كل شيء في الدنيا هذه كلها ما يبقى للذكر الطيب. أنا أشهد طيب بكي لك اللي يصير خير وسام يصير خير يصير خير يصير يا جماعة يا جماعة سيبوا نقطة ضعف ماجد هذا الشر. بالعافية بالعافية والله أني شوف شوف قبل أن أكمل أنا تراني مسامح تمام والله إيه والله شدعوة رأي ماجد حبيبي لا تأخذ منطلق أني أحبك وتحبني هذا الشيء ما نختلف عليه. هذا أول قست بيننا صح رايد على ما أظن والله ما أدري من ما حسابك هذا أول قست من حسابي ظني والله خلاص والله ما أنا ما راح أحكم بس أنا أبغى حصانة يعني لو يوم من الأيام حشرتني بزاوية أنت واللي عندك عندي حصانة هي حصانة يا أخي مشكلة ناسي اللي أعطيتهم حصانات كل ما قبل أنا لي واحد حصانة أنا عندي واحد حصانة خلاص يا ماجد دم حصانة أبد أجل بالعافية واستودعك الله يبعد راسي يا عيوني يس طيب اسمع عليك. إذا قربنا نهاية الساعة إذا أنت كنت بتويتر أنا متنازل لا والله جعلني في ذاك لا في دمتي أقعد في التوب 1 ترى بينا فرق كبير عادي خذ التوب 1 إذا أنت كنت توب 2 آخر ثواني أنا تراني مقفل لا بقى. والله العظيم ما تتنازل عنه شفني حلف خير خير أنا وانت واحد يا بعد راسي أنا وانت واحد استودعتك ربي يلا في مال الله الله يحفظك